شي حاجه اللي زوينه بزاف وكتفرح بزاف، وهو اعتراف يعني في هذه التظاهره يعني بالفنان محمد عدلي، يعني كفنان ربما من الاوائل اللي بداوا اغنيه الراي في الجينيراسيون ديالي. وهو كيف كنقول ديما بحال هاد لي زيفينمون هادو كنا محتاجينهم، كل البلدان في العالم كيحتفلوا، عندهم يوم كيحتفلوا به بالموسيقى والتراث ديال بلاده وهذا. فالحمد لله انه هذه فرصه انني كنتلاقى بمجموعه ديال الفنانين، كل الفنانين اللي كنعرفهم وكنعاود نتلاقى بهم، كل الفنانين اللي كنزيد نتعرف عليهم كثار، وفوالا وكل شيء رابح، كل شيء رابح. 2017 صدرت اغنيه سميتها ما صدقتيش، ولقات استحسان زوين من طرف الناس، وعجبني الحال انه كان عندي تخوف. هي كانت كتكمل اغنيه ديكلارين بغيك اللي انا مشارك بها هذه السنه هذه في الامامه، فحتى هي عجبت الناس والحمد لله. الحمد لله، نتمنى الخير والتوفيق لكل الفنانين المغاربه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.